عمر بهم واجعلهم يعبدونك يا أرحم الراحمين بما يرضيك، وزكِّ نفوسهم يا رب يا رب يا رب يا رب. نلجأ إليك فلا تعد إلينا أيدينا إلا وقد غفرت لنا يا رب يا رب يا رب. صل وسلم على سيدنا النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار